وافق الجيش السوري وجماعته حزب الله على طلب تقدم به تنظيم داعش الارهابي للسماح له بالانسحاب من الحدود السوريه مع لبنان الى محافظه دير الزور بشرقي البلاد. وذكر مسؤول من تحالف عسكري للرئيس السوري بشار الاسد ان تنظيم داعش طلب من الجيش السوري وميليشيا حزب الله السماح له بالانسحاب من الحدود السوريه مع لبنان الى دير الزور بشرقي سوريا. وتسعى القوات الحكومية السورية مع حزب الله إلى إخراج التنظيم من منطقة القلمون الغربي في سوريا على الحدود مع الجارة لبنان. وقد أعلن الجيش اللبناني أنه لا ينسق هجومه مع حزب الله ولا مع القوات السورية الحكومية في عمليته لإخراج داعش من منطقة رأس بعلبك بالشمال الشرقي. ومعنا هاتفيا من لبنان العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصرين المستقلين المرابطين. سيادة العميد أهلا بك، وهنا تطورات يعني متسارعة لعملية فجر الجرود العسكرية ينفذها الجيش اللبناني ضد مسلح تنظيم داعش في جرود رأس بعلبك وأيضا في الحدود المتاخمة لسوريا. كيف تبدو على الأرض التطورات العسكرية؟ تحياتي لك لكل أهلنا بمصر الحبيبة. الواقع انه المجموعات والبؤر الارهابيه لجماعه داعش اصبحت في منطقه جغرافيه محدوده، انما هذه المنطقه الجغرافيه التي يتمركز فيها بقايا هؤلاء الارهابيين في المقطع اللبناني من الجرود الشرقيه للبنان، لا شك انه الواقع يعني الواقع الجغرافي صعب جدا، هناك ارتفاعات يتمركز فيها هذه البؤر وهذه العصابات تتراوح بين 3000 متر الى 3200 متر، بينما قوات الجيش اللبناني التي حاصرت هذه البؤر تبدا في ارتفاعات يعني اقل من هذه المرتفعات التي يتمركز فيها الداعش. اذا هل هنا يمكن للطيران في الناحيه العسكريه سياده العميد مصطفى ان يقوم بقصف هؤلاء من علي ثم تتقدم القوات البريه لكي تحاصره؟ بالواقع انه يعني جغرافيه هذه المنطقه وهذه المرتفعات كثيره التعاريج رغم هذه الارتفاعات، وبالتالي هناك الكثير من التحصينات الذي بنوها هؤلاء الارهابيين خلال سنوات من التمركز في هذه المنطقه، ولكن ما يميز الجيش اللبناني كما تفضلت الطيران الموجود دائما 24 ساعه على 24 ساعه استطلاع وتدمير للاهداف الظاهره لهؤلاء الارهابيين، بالاضافه الى ميزه اساسيه لصالح الجيش اللبناني ان هؤلاء الارهابيين من داعش لا يمتلكون الدعم اللوجستي الكافي لخوض معركه طويله الامد، اصبحت الذخائر قليله عندهم، اصبحت قدرتهم على المناوره قليله، ولكنهم يمكنهم التمركز او التشبث بالارض في اماكن معينه بتلغيمها بالتحصينات التي بنوها، ولكن بطبيعة الحال هذا الموقع يعني هذه المواقع الجغرافية فيما تبقى لهؤلاء الإرهابيين مرتبطة ارتباط أساسي بما يجري في المقطع الآخر بالنسبة لسوريا. في المقطع الآخر هناك نوع من انهيار في المعنويات عند الداعشيين، يسعون إلى الهروب باتجاه دير الزور، وبالتالي ما سيحدث يعني لا يمكن نحن أن نقول لهم الكثير من الكلام والضجيج الإعلامي، إنما حقيقة المعركة لا يمكن أن نقول بأن الداعشيون في لبنان يختلفون أو جبهة مستقلة عن الداعشيون في لذلك السوري. لذلك التنسيق مهم فيما بين الجانب السوري واللبناني في محاصرته. أنت تتحدث سيدي في الناحية العسكرية عن أهمية استنزاف هذه العناصر أولا وبالتالي القضاء عليهم، يعني هو الصبر هنا والمدة الطويلة هي التي سوف تؤدي إلى الانتصار على عناصر تنظيم داعش. أنا برأيي إنه الموضوع على أصبح يعني لن أضع مهل لهذه التصفية النهائية لهؤلاء الداعشيون، ولكن على الأكيد أن عملية الانتهاء من وجودهم في هذه البقعة بالتحديد أصبح على قاب قوسين أو أدنى من الانتهاء، ولكن كما تفضلت أنا لا أستطيع أن أتكلم لا باسم الجيش السوري ولا باسم الجيش اللبناني فيما يتعلق بالتنسيق، ولكن المنطق يقول بأنه لا يمكن أن نجعل من
الداعشيون في لبنان جزيرة والداعشيون في سوريا جزيرة. أنا لن أسمح لنفسي بأن أقول هناك تنفيذ، ولكن المنطق العسكري، المنطق الاستراتيجي العسكري يؤكد أن التنفيذ يجب أن يكون. ولكن هناك أمر مهم جدا، الداعشيون اليوم في سوريا في هذه البقعة من القاطع السوري أو في هذه البقعة من القاطع اللبناني هم في حالة انهيار، يسعون إلى الخروج. ولكن هناك نقطة مهمة جدا، أنه لا يوجد قيادة واحدة اليوم تدير هؤلاء، القيادة والسيطرة على هؤلاء مفقودة. حتى اتصالاتهم بالقيادات خارج إطار هذه البقعة يعني وكلة القيادات بمقتل القيادات يعني حقيقة، وعندما يحس تنظيم داعش أو عناصره بأنها يعني محاصرة بتنتحر بنفسها أصلا، وهذا ما حدث في العراق. أشكرك إذن من لبنان العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصرين المستقلين المرابطين، كنت معنا عبر الهاتف.